شاب صيني عندما تتحدث إليه لن تشك للحظات بأنه ليس عربياً وخليجياً بالتحديد. أحمد الصيني كما يطلق عليه استطاع تحقيق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على تطبيق تيك توك من خلال فيديوهات تظهر إتقانه للغة العربية وتحديداً اللهجة الخليجية. يقدم محتوى ممتع ومتنوع من خلال مشاركته اليومية مع المتابعين، ويدمج بين الثقافة الصينية والخليجية حتى من خلال الأزياء في كثير من الأوقات. كما شارك في التمثيل في المسلسل الخليجي سكة سفر، فما سر حبه وتعلقه بالثقافة الخليجية؟ في الاستوديو ينضم إلينا المدون على منصة تيك توك لي خليجي والملقب بأحمد الصيني. أحمد، يسعد صباحك، منورنا في صباح العربية. الله يعطيكم العافية، أهلا بك. يعني ما شاء الله تتقن اللغة العربية، حدثنا كيف تعلمتها ولماذا اخترت اللغة العربية، شو سر حبك لها؟ أنا لم أختار، الله سبحانه وتعالى أختار. ومن صغري حسيت أني أحب أول شيء طبعا الإسلام ثم اللغة العربية، وكنت من أنا صغير كنت دائما أركز على أني ما أغلط في الكلام. إذا غلطت مرة لا يمكن أغلط مرتين. فالحمد لله طورت إلين ما تحسن لغتي. طيب أحمد، تحسنت. أحمد، ليه الصين عندها سياسة الطفل الواحد؟ بس ما شاء الله عليك كسرت قواعد الصين وكل قواعد شرق آسيا. الله لك الحمد، عندي 7 أطفال. 7 بعين الحسود. فأكبرهم 33 وأصغرهم سنة. ما شاء الله. طب أنت أحمد تزوجت عسيرية، كيف تزوجت عسيرية؟ وحدثنا عن هل تتقن اللهجة العسيرية كذلك؟ نعم، بالصدفة أنا كنت دائما أسافر بين السعودية والإمارات بحكم أشغالي، وتعرفت على صديق عزيز جدا حسين مشبب الأحمري، فهو قال لي إلا أزوجك عسيرية. قلت له ما أفكر في الزواج العينة، هذاك الوقت كنت أعزب. فقال لي إلا أزوجك عسيرية، وبالصدفة هو تكلم مع أخوانه، وأخوانه كانوا عارفين من أهل البنت، وصار الزواج ونصيب، الله لك الحمد. باللهجة العسيرية؟ اللهجة العسيرية صعبة. أعطني أنتم منزلين مقطع ليه عن اللهجة الجنوبية. خلينا نشوف عسيرة المقطع. أوكي. هلا الفرق جدا بسيط. أول شيء العيون، الكوريين لتحت، اليابانيين لفوق، أما الصينيين قدامك. ومن طول يقولون إن الكوريين أطول من اليابانيين، واليابانيين أطول من الصينيين. بس أنا 180 سنتي يعني طويل، كيف كذي؟ الصينيين قصار. أنا لهلا ما عرفت الفرق، إذا بدك ترجع تعدلنا الفرق بين الكوري والهاي. لا أنا كنت أطقطق في الفيديو. أنا عارفين هو تقريبا مثل اللبس، أحيانا الشكل مثل الخليجي، مثلا بيقول الشخص من أي دولة، من مثلا من هاي الشعوب بتشوفنا كمان إحنا متشابهين. أيوة. زي ما نشوفها متشابهين. طب عمرك يا أحمد لي هيك يعني مش استغليت، يعني شوي استفدت من شكلك الآسيوي إنك يعني تشعر قدامك إنك ما بتفهم عربي؟ أو كثير خليجي. سويت مقالب مع فنانين ومشاهير. How are you? I see you too much very good song. فيقول يا شباب أنا أغانية واصلة الصين. طيب نشوف مشاركتك في مسلسل سكة سفر ونقعد. الله أغانية واصلة الصين. وتقول لي بتعورهم بطونهم. أصبر يا رجال، أصبر شوية تشوفهم بعد شوية يتلوون في الأرض. يعني أصبر قاعد يدقون في النعايم وهن طال. هي كذا أصلا عبال توصل للمعدة وبالدير. الأكل لذيذ جدا جدا جدا، بس سبايسي. الله يجعله بالعافية. بالعافية. خاصة حزة. كل. شوفك بعد شوية إن شاء الله. طيب الزبدة. أنا بروح أصور الخطة. يلا رح. هل هو لذيذ؟ جدا جدا. أعتقد هذا المكان مناسب لراحة اليوم، سنجلس يوما هنا وغدا إلى الرياض. Great، شو حصل؟ أعتقد هذا فندق هادئ وجميل،
يمكننا أن نسكن هنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا. هلا والله، كيف أقدر أخدمكم؟ هل لديك مكان للإقامة هنا؟ أيوة أكيد، أنا اللي ماسك استراحة، أنا اسمي وليد. أنتم وش، أنتم فريق كورة ولا وش؟ لا، لسنا لاعبين. طيب، كان تمثيلك ناجح وملفت في مسلسل سكت سكت، حدثنا أكثر عن التجربة وتفكر تعيدها تمثيل؟ أكيد أكيد، هذه يعني كانت أحلى التجارب مريت فيها. المخرج المبدع أوس الشرقي قال لي تعال، وانا الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني ما كان في ريشوت على طول وان شوت. التجربه كانت صعبه تمثيل ولا لا؟ لا والله بالعكس، انا بالذات في السوشيال ميديا عباره عن تمثيل، نسجل فيديوهات ورا فيديوهات تمثيل، واذا جاني الدور ان شاء الله نخوض التمثيل باذن الله. خالد، انت بتحكي خليجي وبتمثل كمان خليجي، بتعرف تغني خليجي وتغني لنا هلا مباشره؟ اوكي. طيب يلا. بس صوتي مو حلو، ها؟ كله حلو منك. يا ليل دانا، يا لدانا لدان، يا ليل دانا، يا لدانا لدان، ظبي اليمن يا حلا، يا روح من يهوى. وبس. طب اللغة الصينية، أيوة، تعلمها لزوجتك ولادك، تتحدثها في البيت ولا العربية طاغية؟ أتكلم إنجليزي في البيت وعربي. تمام. يعني على طول، بالذات الحين زوجتي العسيرية من جبتها الإمارات، فجالسة مع الأهل. طبعاً ما هي متعودة على الأكلات الصينية، فأول في بداية الأمر لا 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 لا، وشوي شوي شوي الحين خلاص مهووس الأكل صيني أكثر من السعودي. طب طعميك زوجتك مبثوثة؟ كثير مبثوثة، عريكة، حنيذ، يعني ما شاء الله الأهل كلهم حتى نخبز في البيت يعني. وإحنا كمان منشير إنه أنت خلقت في اليمن. طب اليوم كمان أنا بس بدي أحكي إنه خالد لي بشعر إنه هو شو هواه، أنت خليجي ولا أنت صيني؟ أنت شو، من أنتم؟ الشكل صيني والقلب خليجي. طب اسمك في السوشيال ميديا كيف اخترته؟ الاسم بالصدفة قبل سنة ونص قلت شو أسهل اسم صيني، فاخترت بروس لي، لي ال دبل اي، وبعدين قلت بحط خليجي معاه، وبالصدفة لي خليجي. طب انت تحس حالك يعني شبه بروس لي اللي عنده لياقة ولياقة بدنية؟ ان شاء الله لا، الحين لا، بس ان شاء الله بإذن الله القرار الجديد انزل 20 كيلو بإذن الله. وبدنا نشوف يومياتك على تيك توك على طول، على بروس لي 20 كيلو. يا رب يا ريت. كيف يكون شعورك بالتفاعل، تفاعل الناس الخليجيين والعرب معك؟ والله انا حتى ما كنت اتوقع الـ يعني انا اعتبر طفل في السوشيال ميديا سنه ونص، بس الحمد لله الاقبال كان ممتاز. وان شاء الله نجتهد اكثر واكثر ونحسن المحتوى باذن الله. طب وشو حابب هيك كمان تقولنا كلمه على صباح العربيه؟ أول شيء أحب أشكركم من كل قلبي على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نكررها مرة ثانية يوم نضعف 20 كيلو. احنا نشكرك جزيل الشكر، المدون على منصة تيك توك لخليجي أحمد الصين. الله يعطيكم العافية. تسلم، نورتنا يا أحمد. الله ينور.